يقول بعض أهل البدع يحتج أن عقيدته هي الحق لأنهم كثرة وأهل السنة لأنهم قلة، وأهل السنة في ضلال لأنهم كثرة. لأنهم إيش؟ كثرة. أعد السؤال. يقول بعض أهل البدع يحتج أن دينه هو الحق، نعم، لأنهم قلة، وأن أهل السنة على ضلال لأنهم كثرة. فهل ما العبرة يا أخي بما عليه، بما عليه الناس، إن كان حقا وعليه كثير فهذا أفضل، وإن كان باطلا لو عليه كل أهل الأرض هذا باطل ولا يعتبر كثرتهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالعبرة بما يعتمدون عليه في مذهبهم، كان حقا فهم أهل الصواب وإن كانوا قلة، وإن كان باطلا فهم أهل الباطل وإن كانوا كثرة. نعم.